موقف ما يتنسيش مع لاعب او مع لعيبه النادي الاهلي؟ موقف يعني هو كان في موقف يوم اختطاف ابني، كان يعني مش فاكر السنه بالظبط، اخر يعني 2014 قبل ما امشي يعني من النادي الاهلي تقريبا. قد ايه الناس كان مهتمين بالموضوع قوي وقدروا يعني يهون عليه شويه بكل الاتصالات في النادي الاهلي بصراحه، من كابتن خطيب لاصغر حد في النادي من لعيبه والجهاز، وبصراحه كان قد ايه مهتمين قوي بالموضوع، فكانت لفته منهم طيبه يعني، فبشكرهم عليها يعني. فدي من المواقف اللي فعلا قد ايه حسيت ان انا فعلا في نادي كبير وناس مهتمه بالموضوع يعني. بطولة